تعرف حال شباب، معكم شركيات شركة كيجر كفيديو جديد. طبعا شباب اظن معظمكم اذا مو كلكم بفترة من الفترات اهاليكم حكوا لكم خلاص وقف البلاي ستيشن، وقف اللعب، بس ما حد فكر شو فعليا ممكن يصير لو فجأة قررت انك توقف تلعب. فجأة انت متعود طول حياتك تلعب بلاي ستيشن او متعود على الجيمينج وفجأة قررت انك توقف العاب الفيديو. فبهالفيديو راح اتناقش 10 امور ممكن تصير لك لو فعليا قررت توقف تلعب. فيلا خلينا نبدأ بالفيديو. قبل ابدا الفيديو بس حاب اذكر انه في جيف اواي شهري على القناه على سماعه وماوس وكيبورد جيمنج مقدمين من شركه لوجيتك. كل عليك تسويه لتفوت بالجيف اواي ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناه وفعل زر التنبيهات، واترك اي تعليق مع حسابك على الانستغرام وتويتر عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. بالمرتبه العاشره، عدد جدا كبير من الناس اللي وقفوا العاب قالوا انه خفت عندهم شغله اسمها الهاند اي كوردينيشن. طبعا دخلت وحاولت اقرا شو هي الهاند اي كوردينيشن، اللي فهمته اللي هي خفه اليد، خفه ايدك وخفه اصابعك، اللي هي انك تسوي اشياء بايدك بدون ما تكون مركز عليها. يعني مثال الاشخاص اللي بيسووا العاب الخفه اللي بيمسكوا ثلاث كرات مع بعض وبيحركوها بين ايديهم، هاي هي الهاند اي كوردينيشن. طبعا مو اي واحد جيمر او اي واحد يلعب عنده خفه اليد هاي، بس اللاعبين بشكل عام عندهم خفه يد اكثر من باقي الناس لانه ماسكين الكنترولر طول يوم او الماوس والكيبورد وقاعد ضغط بازرار وانت ما تطلع عليها. يعني انت حافظ كل زر وين مكانه وقاعد ضغط بالازرار وتسوي اشياء جوا اللعبه شغلتين او ثلاثه مع بعض بدون ما تطلع على اماكن الازرار. فاذا وقفت لعب شوي شوي راح تخف عندك خفه الاصابع او خفه اليد هي. بالمرتبة التاسعة، راح تخف عنكم قدرة فهم الأشياء المعقدة أو اتباع تعليمات معينة لتحل شيء مشكلة أو شيء من الكلام. الحين نحن كجيمرز بس تلعب أي لعبة جديدة كل لعبة يختلف تحكمها عن اللعبة الثانية، فلما تلعب بأي لعبة جديدة أول شيء تسويه هي تتبع التعليمات اللعبة، تفهم الكنترولر، تفهم كل شيء باللعبة. أحيانا يكون هالشيء صعب كبداية يعني، بس تفهم كل شيء بهاللعبة وبعدين تلعب وتحل ألغاز باللعبة وتسوي أشياء معقدة وكل الأشياء هتصير سهلة بالنسبة لك. تروح على لعبة ثانية نفس الشيء من أول وجديد، ترجع تتعلم من أول وجديد على تحكم اللعبة هاي وكيف تسوي كل الأشياء اللي فيها. فالجيمرز نحن بشكل عام عندنا فهم الأشياء وربط الأشياء بعضها أسهل من غيرنا. يعني خلينا نقول حد من أهلك اشترى كمبيوتر أو لابتوب جديد أو تلفزيون جديد، ما يعرف كيف يبدأ فيه، ما يعرف كيف يشغله، اظن انت كجيمر راح ينادوك راح تعرف تسوي هالشيء لانك متعود دائما تبدا باشياء جديده وتكتشف كيف تمشي بهالاشياء. فبالنسبه لك تفتح كمبيوتر جديد او تلفزيون وتضبط اعداداته هذا الشيء اسهل شيء. فلو وقفت لعب لفتره طويله هالموهبه شوي شوي راح تخف وراح تواجه صعوبه بانك تبدا بشيء جديد. بالمرتبة الثامنة شيء نوعا ما ايجابي، العاشرة والتاسعة اشياء سلبية راح تصير لك لو تركت الالعاب، بس بالمرتبة الثامنة لو تركت العاب الفيديو راح تهتم بصحتك اكثر. خلنا نكون واقعيين، لو فجأة بطلت تلعب اي العاب وما عندك اي شيء تسوي بيومك، ففي احتمال جدا كبير انك تقضي وقتك يا اما بنادي صحي بجيم او تلعب مع اصحابك كرة او اي شيء يخليك تتحرك وما يخليك قاعد عم تلعب. خلينا نكون صريحين، معظم الجيمرز ما يسووا اي نشاطات رياضية. ادري في عدد جدا كبير ينظم وقته يلعب شوي ويروح على النادي او الجيم بوقت معين، بس الاغلبية لما يكون عنده وقت فاضي يستغل وقت الفاضي كله جالس قاعد يلعب طول اليوم. بالمرتبة السابعة، لو تركت العاب الفيديو نوعا ما راح تصاب بالاكتئاب، او مو اكتئاب، اكتئاب كلمة كبيرة شوي انه لو خلاص بطلت العاب الفيديو راح تصير مكتئب، لا، بس العاب الفيديو بشكل عام تساعدك انك تعدي يومك. يعني مثلا في مشاكل بالبيت، مشاكل بالمدرسة بالجامعة عندك، طلعت علامة سيئة بالنسبة لك، الاهل عندك متخانقين، ففينك تروح وتلعب وتنسى هالشي كله وتخليه وراك وفعليا يخليك ما تفكر بالشي السلبي وتندمج باللعب بشكل كامل. انا صراحة هالشي صار معي من سنة تقريبا، سويت عملية وكان عندي اسبوعين صعبين ما اقدر اطلع فيهم برا البيت، لازم طول اليوم اضل قاعد. فصراحة لولا العاب الفيديو كنت فعليا جنيت. يعني تخيلوا اسبوعين ما اقدر اطلع من البيت، حركتي جدا صعبة من العملية، فقضيتها اني قاعد العب وفعليا نسيت اني عامل عملية ونسيت كل الوجع، فقط قاعد العب وناسي كل شيء. فالعاب الفيديو فعليا راح تساعدك تعدي كتير اشياء سلبية ممكن تصير في حياتك. بالمرتبة السادسة، لو تركت العاب الفيديو راح يخف عندك
استيعاب الأشياء المعقدة نوعا ما، مو نفس المرتبة العاشرة. المرتبة العاشرة كانت خفة اليد وإنه كيف تقدر تسوي أشياء بإيديك بشكل أسهل، لا هون فهم الأشياء المعقدة. هاي بالذات للناس اللي يلعبوا ألعاب تختيم. ألعاب التختيم عادة بعض الألعاب فيها كتير أشياء معقدة ويبيلك تفتح مخك لتفهمها. خلينا نقول مثال بلاك أوبس زومبيز، الزومبي اللي ما يعرفه فيه ألغاز جدا صعبة جدا معقدة، حتى ألغاز لو شفت شرح إلها على اليوتيوب لازم لك استيعاب معين لتقدر تعدي الخطوات. ومتأكد في كتير ألعاب تحتاج مستوى ذكاء عالي نفس لعبة بورتل، أو مو شرط ذكاء، مو والله يجي أينشتاين يلعب لا يفهم لا، بس كثير من الألعاب حاليا تحتاج استيعاب عالي. ألعاب مع الوقت قاعدة تصير معقدة أكثر وأكثر، نفس لعبة واتش دوغز وشغل الهكر اللي فيها، جي تي اي لما تلعب مهمة الهايست لازم واحد يكون مهكر الكاميرا، واحد يفوت بوقت معين، ألعاب ثانية يكون فيها وحش يبيلة ضغطات أزرار بشكل معين لتهزمة، ألعاب باتل رويال تبي تعرف متى تتواجه مع العدو متى تتخبى. فالألعاب مع الوقت يبيلها مستوى استيعاب أعلى، فلو تركت ألعاب الفيديو لفترة طويلة شوي من استيعابك لهالأشياء رح يخف مع الوقت. بالمرتبة الخامسة الجيمرز عندهم الجود سبورت أو الروح الرياضية. طبعا ممكن معظمكم يقول لا الجيمرز ما عندهم الشيء، دائما نشوف ناس يسبوا لما يخسروا يسبوا الفريق الثاني وكذا. طبعا في ناس يسبوا الفريق الثاني لما يخسروا ودائما يفوزوا وما عندهم الروح الرياضية، بس صدقوني هاي الناس جدا قليلة بالنسبة للجيمرز بشكل عام، والجيمرز أفضل من غيرهم بكتير بالنسبة للروح الرياضية. ياما شفنا فيديوهات لناس قاعدين يلعبوا ورق أو شدة باستراحة بأي شيء ويعلقوا بين بعض وضربات لأن واحد خسر، أو ناس قاعدين يتابعوا مباراة كرة وواحد فريق خسر راح يسب الفريق الثاني وعلقوا مع بعض. الجيمرز نحن لما نلعب بالذات ألعاب الأونلاين تلاقينا باليوم الواحد نلعب 10-15-20 مباراة، فمو معقولة كل مباريات نفوز فيها، مباريات نفوز أو نخسر. ألعاب نفس Call of Duty, Overwatch, ألعاب Battle Royale، فمو معقولة كل ما نخسر نروح نروح نسب الفريق الثاني وكذا. مع الوقت راح نصير نتقبل الوضع. أظن معظمكم حاليا بس تلعب ضد ناس أونلاين وتفوز عليهم، راح تلاقي الفريق الثاني يحكي لك GG well played أو كان جيم حلو. فعليا حاليا معظم الجيمرز أغلبهم عندهم الروح الرياضية الحلوة هاي لأنه نلعب كتير بشكل يومي، فيعني مو منيح لنفسيتك إنك دائما تكون شاد حالك ودائما تسب الفريق الثاني. فلو وقفت لعب فجأة مع الوقت الروح الرياضية هاي راح تختفي عندك وتصير متعصب لأشياء معينة وما تتقبل هزيمة بأي شكل من الأشكال. بالمرتبة الرابعة لو وقفت ألعاب الفيديو راح تخف عندك التيم سكيلز أو مهارات التعاون بين ناس تانين. طبعا معظم الناس يحكوا لو بدك تزيد عندك مهارة التعاون بين الفريق أو شيء من الكلام روح العب ألعاب رياضية نفس كرة القدم كرة السلة أو شيء من الكلام، أنه العب مع فريق مشان تزيد عندك مهارات التعاون مع الناس. أو بالمدرسة أو بالجامعة مثلا يعطوكم مشروع 4-5 أشخاص على أساس أنه تزيدوا مهارات التعاون على أي مشروع، آخر شيء يصير أنكم تتقسموا الشغل كل واحد يسوي شغلة تجمعوه بعدين وتسلموا المشروع، بس ما في أي شيء يزيد مهارات التعاون نفس ألعاب الفيديو. كنا نقول لعبة نفس ديستني الريد اللي فيها، فيها أكتر من ريد، كل ريد من ديستني يحتاج تعاون بشكل مو معقول، لو أي واحد من الفريق سوى شيء غلط راح تنهزمه بكل بساطة. احد امثلة الريد بدستني في وحش ما يمديك تقتله الا بسيف، هالسيف لازم تاخده من شخص تذبحه، بعد ما تذبح الشخص واحد ياخد السيف، بعدين الخمس اشخاص الباقيين لازم يطيحوا هذا الوحش، وبنفس الوقت لازم شخص على اليمين شخص على اليسار يذبح الوحوش الصغيرة. فيعني التعاون بشكل مو معقول. او لعبة نفس اوفر ووتش مثلا لازم يكون عندكم هيلر بالفريق، لازم يكون عندكم تانك يحمي الفريق، لازم يكون عندكم ناس دي بي اس يروحوا يهزموا الفريق الثاني. ففعليا ما في شيء بالحياة بيزيد مهارات التعاون نفس العاب الفيديو، لا مدرسة ولا جامعة ولا كرة قدم، كلهم هالاشياء تزيد مهارات التعاون، بس العاب الفيديو اخذت مهارات التعاون او التيم وورك لمستوى جدا عالي، ولو وقفت العاب فيديو لفترة شوي راح يخف عندك هالشي. بالمرتبة الثالثة لو تركت العاب الفيديو راح تخف عندك مهارات التواصل مع الناس بشكل عام.
طبعا كل الناس بيخبرونا العكس، بيخبرونا انه الشخص اللي بيقعد يلعب طول اليوم جوا بيته وكذا ما عنده مهارات تواصل، لما يطلع برا ما يعرف يتكلم مع الناس، ما يعرف يسوي شيء. هذا الشيء غلط بشكل كامل. انا شايف كتير امثلة لناس ما يلعبوا العاب ابدا وعندهم مهارات التواصل مع الناس صفر، ما يعرف يتكلم كلمتين قدام حد. وكتير ناس بيلعبوا ألعاب فيديو تلاقيهم مهارات التواصل والكوميونيكيشن عندهم جدا عالية، لأن حاليا تقريبا خلينا نقول آخر 7 سنين 8 سنين ألعاب الفيديو كلها صارت أونلاين، تدخل تلعب مع ناس، تدخل مع أصحابك بارتي، تقعد تسولفوا طول اليوم. إذا ما عندك أصحاب تدخل تلعب مع ناس عشوائيين، تتكلم مع ناس. فبشكل عام الجيمرز كل شوي يتعرف على ناس جدد أو كل شوي يلعب مع أصحابه بشكل يومي، فمهارات التواصل عنا تكون عالية، عكس الصورة الإعلامي بيحطها على اللاعبين إنهم قاعدين لحالهم مكتئبين ما يعرفوا يتكلموا مع حد ما يشوفوا الشمس. لا، هاي المعلومة جدا غلط. ولو تركت ألعاب الفيديو بشكل كامل وانت أصلا مو من النوع اللي عندك كتير أصحاب وتتواصل مع كتير ناس، فمع الوقت مهارة التواصل مع الناس وتتكلم معهم وهيك راح تخف عندك بشكل جدا كبير. بالمرتبة الثانية، لو تركت ألعاب الفيديو فجأة فرح تطيح بأشياء لا قدر الله، أشياء جدا سيئة. خلينا نكون واقعيين، في أشياء جدا سيئة حواليك بالعالم قاعدة تصير، وانت لما تختار انك تقعد في بيتك مكان آمن تلعب ألعاب الفيديو فقاعد تتجنب عدد جدا كبير من هالأشياء، أشياء ممكن تكون سيئة كثير وأشياء سيئة بشكل خفيف. يعني مثلا خلينا نقول خلينا نكون واقعيين، لو انت عمرك فوق 20 سنة وما خلص فجأة قررت انك تبطل تلعب ألعاب الفيديو، وين راح تقضي معظم وقتك؟ راح تقضي بالمقاهي، على الأغلب راح تدخن، راح تشرب شيشة. ولو كان عندك رفقة سوء أو أصحاب سيئين فممكن تسوي أشياء أكبر من هيك لا سمح الله. فنحن كجيمرز لما تقعد تلعب قاعد تتجنب كثير أشياء ممكن تضرك على المدى الطويل. ولو فجأة قررت انك تترك ألعاب الفيديو وتترك اللعب، فجدا وارد انك تروح على هالطريق وتتعرض لهالأشياء. بالمرتبة الأولى، لو فجأة تركت ألعاب الفيديو فمستوى السعادة عندك راح يخف بشكل جدا كبير. أول 9 نقاط كنت قاعد أحكي لكم أشياء ممكن تصير معك وأشياء يعني بشكل عام، بس خلنا نجي على المرتبة الأولى لأكثر شيء واقعي. ألعاب الفيديو هي هواية مثل أي هواية. لو وشخص عنده هواية يعزف على الجيتار، شخص عنده هواية انه يلعب كرة قدم، شخص عنده هواية انه يتابع مباريات كرة، كل شخص عنده هواية. واي شخص لو ترك هوايته فجأة وقرر انه ما يسويها فراح يعاني لفترة جدا طويلة وراح يحس باكتئاب او ما يحس بالسعادة اللي كان يحصل عليها. فنفس الشيء العاب الفيديو، لو فجأة قررت انك تتركها فصدقني أيامك راح تمر أسوأ أو راح تحس دائما أنه مستوى السعادة عندك أقل من المعتاد. بأي شباب في الفيديو اليوم أتمنى يكون عجبكم. أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعمل الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات هل تأيدوني بالنقاط اللي حكيتها. لو فعلا اكتبوا لي شو أكتر النقطة تأيدوني فيها أو تعارضوني، أتمنى تكتبوا السبب. وبس، كن معكم شركية وشركة كيش كل فيديوهات تاني إن شاء الله. مع السلامة.